عبد الرحيم أبو آدم. عبد الرحيم أبو آدم تفضل. السلام عليكم سي محمد، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير اخويا؟ الامور مزيانه؟ والله إلا بخير وعلى خير الحمد لله. الحمد لله. انا مغربي امازيغي، كنسكن دابا في مرحبا اسبانيا. مرحبا. اللي كان بقى نفكر بعض المرات كنقول علاش هاد الناس ديال هاد الناس، يعني هادو اللي باغيين يستقلوا، باغيين يديروا صحراء غربيه كما كيقولوا، علاش هادوك الناس اللي كاينين في تيندو ما يدخلوش الاراضي، يعني وعلاه اراضي انت ما تد... انت علاه انت ما تدخل المغرب؟ انت فين عايش انت دراك؟ اسمع دابا، انا ما كنهضرلكش على الناس لا ديال غير اسبانيا. لا غير انت لا انت انت منين عايش انت الان؟ انت فين عايش؟ انا عايش في اسبانيا شحال معاك من المغاربه في اسبانيا؟ انا عايش في اسبانيا وعايش في المغرب. شحال معاك تمجاوب على السؤال؟ انت كاينه اللي تكلمت على الجاليه المغربيه، لحظه، كم الجاليه؟ كم مليونين؟ ثلاثه؟ يقدر تكون 2 الملايين هنايا في اوكي، اسبانيا، وكم كاينين في فرنسا؟ يقدر يكون شي 4 ولا 3، والله الله اعلم. المهم كاين اوكي، الجاليه ها كاع. 7. اوكي، وها ايطاليا كم فيها؟ المهم كاين الجاليه المغربيه في جميع اوكي، الدول الاوروبيه. وفرضا انتم كاملين هربتوا من المغرب، لا ما شنتك من هربناش المغرب؟ سي لا محمد، لا اسمع اسمع، لا لا شوف، لا لا شوف انا عايز خويا، اسمع شوف اسمع انا شوف خويا، كنستمر، شوف انا شوف كان اخويا، عايش في شوف المغرب وكان شوف عايش في اسمعني اسبانيا. خويا، اسمعني خويا، اسمعني شوف اخويا، انا راني ماني ماليزي، انا راه ما طحت من ماليزيا، ما نعرف المغرب. المغرب اخويا راني نعرفه، ونعرف اللي يسير المغرب. المغرب نعرف البشر، دابا ونعرف المناطق. سي اسمع محمد، لحظة، انت اللي تكلمت على هذا الشيء، انا ما تكلمت لك على، لا انا بغيت انا غير اصلا نعطيك الموضوع، اقتراح، انا انا بغيت موضوع نعطيك نقاش. اقتراح ولكن لحظة هذا لحظة سمعتي لا غير، لحظة مازال ما لا كملت نعطيك الهضرة ديالي. لا هي نعطيك باش تقترح. لا بالشور عليك. فرضا الان المغرب فتحوا له البيبان، فتحوا البيبان مع اسبانيا، قالوا لا ينفتحوا البيبان مع اسبانيا، اللي بقى بعد 24 ساعة يطب ما يلوم الا نفسه، واش يبقى حد في المغرب ولا لا؟ شوف دابا انا جاوبني، ما تقول لي لا كيفاش تشوف لا واش ما يبقى تشوف. يبقاو الناس واش المغرب يبقاو الناس؟ واش يبقاو؟ يحرقوا الناس شوف كاملين؟ اسمع واش لي واحد، يحرقوا الناس كاملين؟ والله يبقاو الناس يقول لهم ودي حلا، بغينا نبقاو في المغرب لان المغرب زوين، كل شيء علاش فيه زوين. غيحرقوا؟ علاش غيحرقوا؟ هو المغرب، هو المغرب دابا ولا شكرا الحمد اخويا، لله بخير وعلى خير. ما شكرا اخويا، كتعطيني الفرصه باش نهضر، باش نقول شكرا لك اخويا، الفكره ديالي، واعطيني شكرا الفرصه، اخويا. انت انا ما كتعطيش الكذابين، الفرصه. انا الكذابين ما نناقش معاهم. انا الانسان اللي كذاب، اللي يشوف الواقع فمو يجي يكذب عليا. انا ما عندك ما تكذب عليا، انا في المغرب، المغرب راني عارفه، وانا المغرب يفتحوا لكم الباب 24 ساعه ما يبدا منكم طير، الحمير، البقر، الكلاب، كل شيء يمشي، قطط، كل شيء يهرب، كل شيء يهرب من عند محمد السادس. اسكو محمد السادس اللي عايش هو وحده في المغرب والعصابه اللي معاه، انت براسك مانك عايش. انت لو كانت ما اسبانيا رانا كالك الويل في المغرب. جي تفهم علي انا هون، وانتم لماذا تعود؟ لماذا لم تعودوا؟ ولماذا لم تعودوا؟ ولماذا لا ترجعوا؟ وارجع انت، ارجع انت، انت بدا براسك هي الاولى، ودي معاك المغاربه كاملين رجعوا عند المغرب. مرة الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، ما تعرفش شنو قضية تصفية استعمار؟ تصفية استعمار ما ليست قضية بلاد محسوم أصلا في سيادتها، مازالت سيادتها غير محسومة. دي تفهم علي أنا هون. أنا ما نشوف، أنا الإنسان نحتار الإنسان اللي هو صادق، بزاف يقول لي أنا فعلا هذا الشيء اللي قلت لي صحيح حقيقة، وما كاين حد هون ما هو عارف بأن هذه الحقيقة. والله ما يفتحوا المغرب 24 ساعة ما بقى فيها واحد محمد السادس واحد وقصوره بقى فيهم واقفين، ومازال حتى هو راه في بنما وسويسرا.